فأذن الله للطيور فأخذت تردد بأنغامها مع داود وزبور، وأصبحت الطيور إذا بدأ داود يقرأ تشوف آلاف الطيور جاي. والجبال غارت، قالت له يا ربي هذا كلامك وهذا عبدك وأنا مخلوقة، أذن لي نردد معهم الجبال. فأذن الله للجبال، يا جبال أوبي معه والطير، يلا شاكم الأذن من الله. فرددت الجبال، صوت الجبال مو مثل صوت داود ولا صوت الطيور، صوت مجلجل قوي، حتى صم آذان داود، ما عاد داود يسمع صوت نفسه من قوة صوت الجبال. فرفع يده قال اللهم اللهم أصمت هذه الجبال حتى تسمع مناجاتي لك على الفطرة. يحسب أن الله تختلط عليه الأصوات، وهذه الفطرة البشرية، كل البشر يعني على الفطرة. فماذا حصل؟ أرسل الله جبريل عليه السلام فورا لداود يعطيه درس عن سمع الله جل وعلا. فنزل جبريل قال يا داود إن الله يقرئك السلام ويأمرك أن تتبعني، يلا تعال وراي. فيأتون إلى جبل من الجبال اللي تأوب مع داود، جبل ضخم، فيضربه جبريل فينفلق نصفين. فيدخل جبريل وداود إلى قعر الجبل، وقعر الجبل في الأرض كم؟ 9 أعشار الجبل في الأرض، والعشر فقط فوق، يعني اللي تشايفه فوق الأرض عد مثله 10 مرات تحت. نزلوا إلى قعر الجبل في ظلمات لا ترى شيئا لا تسمع شيئا. فقال داود يا جبريل تسمع شيء؟ قال لا. تبصر شيء؟ قال لا. فأنار الله قعر الجبل، وإذا بجبريل يأخذ حجر من ذاك الجبل ويضعه في كف داود، قال له أبصرت هذا الحجر؟ قال نعم. ففتته جبريل وأصبح فتات، وإذا بذاك الفتات تخرج منه دودة صغيرة في فمها ورقة خضراء طلع صوت تسبيح لله، عايشة في ذيك الصخرة في قعر ذاك الجبل، سبح الله. قال له أبصرت شيئا؟ قال أبصرت دودة. قال سمعت لها صوت؟ قال لا. قال قربها من النقش، فقربها حتى وضع فمه، فإذا بها صوت ضعيف يطلع ويختفي مرة ويطلع ويختفي مرة. قال له إن الله يقرئك السلام ويقول لك إنه يسمع تسبيح هذه الدودة في قعر هذا الجبل، وهو يرزقها كما ترى، فكيف لا يسمع صوتك وأنت فوق الأرض؟